استمرار انكماش الاقتصاد النمساوي بسبب تراجع الصناعة. ألمانيا تمنع دخول 40,000 شخص من النمسا في 3 سنوات. تزايد أعداد الوفيات بسبب استهلاك المواد المخدرة. والسجن المؤبد لبولندي طعن سائق شاحنة 12 مرة. شرطة المساعدة تحقق مع بوسنية حصل على 300,000 يورو. وأخيرا حفل الأوبرا في فيينا يستقطب آلاف الحضور بتذكرة باهظة. مشاهدينا الكرام، من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم. كشف تقرير من معهد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية فيفو عن تدهور الاقتصاد النمساوي بسبب الركود الصناعي، حيث ارتفع معدل النمو بنسبة ضئيلة تقدر ب 0.2% في الربع الأخير من عام 2023. وأشار المعهد إلى انكماش بنسبة 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي للعام نفسه، وتتأثر الصناعة المحلية بتبعات الركود العالمي مع زيادة تكاليف الفنادق والمطاعم، بينما شهد القطاع السياحي نموا قويا، وبالتالي ارتفع معدل البطالة مما أدى إلى انخفاض الطلب على القوة العاملة وتراجع عدد الوظائف الشاغرة. كشف سؤال برلماني لوزير الداخلية النمساوي جيهارد كارنر عن أن ألمانيا رفضت أو أعادت 39,700 شخص في من حدودها. وكشفت الإحصاءات عن الأرقام في الفترة من بداية عام 2020 حتى 18 من ديسمبر لعام 2023، وكانت وثائق السفر غير الصالحة السبب الرئيس وراء الرفض بأكثر من 7,000 حالة، تلتها حالات عدم وجود تأشيرة صالحة بواقع 2,200 حالة، بينما تضمنت الأسباب الأخرى عدم تقديم دليل على الغرض من الإقامة أو تجاوز حد الإقامة أو حظر الدخول الوطني أو التهديد للأمن العام. أعلنت السلطات الصحية في النمسا تضاعف عدد الوفيات جراء المخدرات بسبب ازدياد استهلاك الكوكايين في البلاد. وكشف التقرير عن ازدياد تعاطي المخدرات والنيكوتين، حيث ارتفعت النسبة إلى الضعف في العام 2020، وتزايد تعاطي المخدرات الأخرى، وحذر الخبراء من انخفاض أعمار المتعاطين وزيادة الوفيات بسبب الجرعات الزائدة، وأشاروا إلى أن الكحول هو الإدمان الأول في النمسا بينما انخفض عند الشباب. حكم على سائق شاحنة بولندي بالسجن مدى الحياة في محكمة إنسبروك بتهمة القتل العمد والحكم غير نهائي. وحصلت الجريمة في مايو 2023 عندما قتل السائق البولندي زميله في العمل بعد خلاف باستخدام السكين في موقف سيارات، وكانوا في حالة سكر شديدة، وقد أدلى ببعض الاعترافات مدعيا وجود مشتبه آخر، لكن المدعي العام أكد أن النزاع العنيف كان بسبب الكحول، ورفضت القاضية تخفيض العقوبة وعدم تصديق المتهم بسبب طعنه للضحية 12 مرة. كشفت شرطة المساعدات الاجتماعية في النمسا السفلى حصول رجل ستيني على ما يقارب من 300,000 يورو بطريقة غير مشروعة. وأشارت بيانات الشرطة إلى عدم كشف المتهم عن إقامة ثانوية له خارج البلاد، مما جعله مؤهلا للحصول على الدعم غير المشروع من مكتب المساعدات الاجتماعية والعمل، حيث كشفت التحقيقات عن ملكيته لعقار في البوسنة منذ عام 2006 مع تلقي الدعم غير المشروع منذ عام 2004، وقد تم تقديم بلاغ ضده لدى المدعي العام. يلتقي مساء الخميس أكثر من 105,150 شخصا في حفل أوبرا فيينا الشهير بتكلفة تذكرة تبدأ من 385 يورو.
وسوف يتزين المكان ب171 رسمة زهور، وسيقدم قطاع الضيافة خدمات لأكثر من 7000 زائر، بينما يعمل 400 شرطي على تأمين الحدث مع جهود للتصدي لأي احتمالات للمظاهرات أو الأنشطة غير المسموح بها. وفي الوقت ذاته ستكون الأجواء الفنية والسياسية مشحونة مع توقع مسيرة من الشبيبة الشيوعية النمساوية، حيث سيتم إغلاق طريق الرينج في المنطقة بأكملها.